قصة من واقع الحياة، قصة الفرق ما بين البني آدم وما بين الحيوان، أو ما بين المعروف وما بين قلة الأصل. اتنين اخوات قاعدين في بيت واحد، الاتنين اتجوزوا وما حصلش نصيب وما خلفوش، فواحد اقترح عليهم قال لهم انتوا لازم تتبنوا كل واحد عيل، اقل حاجة ينفحكوا في الزمن يعني يبقى عكاسكوا. الاخ الكبير تنو يفكر اعمل ايه، لقى ابن جيرانهم امه ست مش كويسة وثبت الولد ده ومشت، وقال لك ايه الولد متمرمط في الشارع اخده انا وربيه، ولما ربيه واحسن اليه يمكن يبقى ليا عكاز في الزمن. اما اخوه تاني قعد يفكر قال لك لا البني ادم خاين برضه، راح جاب كلب ورباه وعطف عليه واكله وشبعه، واخوه التاني قعد يكبر ويعلم وينظف ويفهم لحد ما خلاص الولد شاب والكلب كبر. الولد قال لك لا انا العيشه دي مش عجباني، انا عايز انطلق، انا عايز اخرج، انا عايز اتفسح، عايز اقعد على الناصيه، عايز اشرب سجاير، عايز. المهم الولد تنو يدور على امه اللي رميته فين، تنو يبحث عليها، لما لقاها برضو هي زي ما هي، التربيه مش هتسال ومش هتعمل، هي اهم حاجه عندها نفسها. المهم الولد هج وراح للام دي، انما اللي ربى كلب تنو يحاجي عليه وتنو يقف له جنب باب البيت عشان يخلي باله منه علشان يراعيه. ياه في فرق كبير قوي ما بين البني ادم وما بين الكلب. بني ادم في طبعه الخيانه، انما الكلاب لا، الكلاب اوفياء.